بتاعتنا. خلونا نبتدي باهم اخبارنا النهارده. نروح طبعا لفريق الكرة الأول اللي رجع النهاردة لاستئناف تدريباته من جديد في التتش بعد راحة طويلة 6 أيام طبعا حصل عليها اللاعبين بعد ختام الدوري وحسم التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة طبعا الزمالك زي ما حضراتكم عارفين القمة المنتظرة يوم 27 نوفمبر. موسيماني فضل ان هو يدي اللعيبه الفتره الكبيره دي من الراحه، يعني الاول كانوا يومين ومد 4 أيام كمان، وده عشان يقدروا ياخدوا نفسهم يصفوا الذهن طبعا من ضغط المباريات المتواصله الفتره اللي فاتت. خليني اقول كمان ان موسيماني عقد محاضره نظريه مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التمرين النهارده، وشهدت المحاضره الحديث عن بعض التحضيرات الخاصه بالوحدات التدريبيه اللي خضع عليها الفريق في تمرين اليوم. بتهيألي ان المباراه اللي جايه من الناحيه الفنيه هي الاكثر راحه، انا مش هقول اكثر سهوله لانها مباراه صعبه بكل تاكيد، وعارفين حضراتكم انه دايما ماتشات الاهلي والزمالك ما بيبقاش ليها حسابات فنيه قوي، لكن بالنسبه لموسيماني بتهيألي يمكن تكون اكثر ماتش هياخده وهو مرتاح. عنده فترة طويلة جدا، راجل جه من الدار للنار زي ما بيقولوا، وجه دخل على الفرقة لعب ماتشات دوري، خلص ماتشات الدوري، لعب ذهاب مع الوداد، وبعد كده رجع لعب في القاهرة، فكله كان بسرعة بسرعة بسرعة، وكان مضغوط وكان عنده غيابات وكان عنده إصابات، أعتقد إنه عنده فترة كبيرة جدا، والماتشات طبعا اللي لعبها كلها كانت صعبة سواء في الدوري أو في بطولة أفريقيا، يعني طبعا مواجهة الوداد ذهابا وإيابا وتحقيق النتيجة ده شيء مش بالسهل، وما أعتقدش إنه أكثر الأهلاوية المتفائلين كانوا يحلموا بالنتيجة والأداء ده عشان نبقى منطقي. لعب مع مقاولين، لعب مع بيراميدز ثالث ورابع الدوري المصري، لعب مع انبي فرقه محترمه، فكلها كانت ماتشات صعبه جدا، لكن النهارده بنتكلم على فتره طويله جدا اللعيبه خدت نفسها، خدوا اجازه 6 أيام، المصابين والعائدين من الاصابه عندهم فرصه للتجهيز والتاهيل، صحيح بنعاني شويه من بعض الغيابات عشان الاجنده الدوليه، لكن في جميع الاحوال اعتقد انه في فتره كافيه يقدر موسيماني يجهز فيها فرقته بشكل كبير. وبمناسبه المصابين خليني اقول لحضراتكم انه رامي ربيعه مدافع الفريق الاول لكره القدم انتظم النهارده في التدريبات بعد طبعا ما تعافى من الاصابه اللي كانت جات له في العضله الخلفيه. هو الحقيقه ربيعه شارك يعني طبعا النهارده شارك في المران الجماعي للفريق، لكن الحقيقه كان انتهى من تنفيذ برنامج تاهيلي عشان يتعافى من الاصابه، وخلال البرنامج ده خاض يعني فتره اعداد قويه جدا انتهت خلال اليومين الاخيرين، وحصل على وحدات تدريبيه مختلفه ومتنوعه اهلته ان شاء الله انه يكون جاهز للمشاركه مع الفريق في الفتره اللي جايه، ويكون جاهز ان شاء الله لمواجهه الزمالك في نهائي افريقيا. كمان بيتسو موسيماني يعني النهارده صعد 5 ناشئين طبعا للفريق الاول او للتمرين مع الفريق الاول النهارده، وضمت قائمه اللاعبين دول اللي تم تصعيدهم احمد اشرف ومحمد اشرف وعمر رزق مواليد 2001 وابراهيم السيد مواليد 99 واحمد السيد غريب مواليد 2002. طبعا زي ما حضراتكم عارفين النهارده كان الفريق ان هو يرجع يستأنف تدريباته على ملعب التتش استعدادا للمرحله اللي جايه. فكره تصعيد الناشئين حاجه مهمه جدا، وفكره اجتماع موسيماني بالمسؤولين في قطاع الناشئين عشان يوحد طريقه اللعب، علشان لما يحتاج اي لاعب في اي وقت ان هو يضمه للفريق الاول يكون جاهز ويكون فاهم كويس قوي فكر الراجل ده ويكون قادر يندمج مع اللعيبه بسهوله حاجه مهمه جدا. شفنا من الحاجات الايجابيه اللي شفناها في موسيماني الفتره اللي فاتت يا احمد ان هو بيعتمد على الناشئين، او على الاقل بيحاول ان هو يخلي فيه اختيارات تانية لو لا قدر الله حصل اي حاجه او احتاج اي حد من الناشئين الفتره الجايه. وبيتهيألي اللعيبه اللي ظهرت هو ده مستقبل النادي الاهلي. اللعيبه اللي ظهرت لغايه اللحظه دي اعتقد اثبتت جدارتها بشكل كبير جدا، ويمكن ظهر منهم بشكل رائع فخري وشادي رضوان وعربي بدر طبعا. طيب الصداع، صداع في مش في دماغ بس موسيماني، لا في دماغ الاهلاويه كلهم الحقيقه، ال 11 لعيب اللي غايبين عن تدريبات النادي الاهلي. حضراتكم عارفين ان منتخب مصر او القائمه المبدئيه لمنتخب مصر فيها 6 لعيبه من الاهلي، الشناوي، ايمن اشرف، محمد هاني، السوليه، حمدي فتحي ومجدي قفشه، والناحيه الثانيه عندنا من المحترفين بيشاركوا مع منتخبات بلادهم علي معلول واليو ديانج وجيرالدو داكوستا. كمان يمكن وكابتن سيد عبد الحفيظ كان بيتكلم النهارده انه اليو بادجي واجاي يعني فتره اجازه مع اسرهم وهينضموا للتدريبات يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله باذن الله. فانت بتتكلم على فرقه كامله تقريبا غايبه عن النادي الاهلي بدءا ببدء، يعني نتمنى ان شاء الله ان هم يرجعوا لنا بالف سلامه متعافين وسلام وجاهزين، عشان احنا مش في حمل اي مشكله اصابات او غيابات في الفتره الحاليه. نمره 2 ان شاء الله يخشوا بقى في التمرينات الجماعيه للفريق ويبقوا جاهزين ان شاء الله تبقى القائمه المكتمل للنادي الاهلي ويبتدي يحضر للمباراه النهائيه.